خلاص أيام قليلة بتفصلنا عن استقبال عيد الأضحى المبارك، وبكل تأكيد في استعدادات كبيرة جدا لاستقباله. حاليا بيتم تكثيف ضخ اللحوم من مجزر بالبساتين لمنافذ التوزيع والشوادر عشان تكون متوفرة بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين. استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، كثفت الدولة من ضخ اللحوم السوداني وجيبوتي الطازجة من المجزر الآلي بالبساتين إلى منافذ التوزيع والشوادر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وبأسعار مناسبة للمواطنين. الشركة النهاردة بتضخ من 30 إلى 40 طن لحوم، موجود في المحجر في توشكا 10,000 راس، وفي حدود 7,000 راس موجودين على الحدود في السودان، في المحجر في سفاجة تقريبا 5,000 راس، وفي مركب تانية جاية فيها 5,000 المفروض توصل خلال أيام. احنا بنضخ قبل العيد ولغاية عيد الأضحى بنوصل من 140-150 طن. أسعار اللحوم عندنا 285 جنيه للكيلو في اللحوم السوداني، اللحوم بلدي 335 جنيه، في لحوم ضاني مجمد 335 جنيه، في لحوم ضاني بلدي ب 360 جنيه علاوه على الدواجن. طبعا قمنا بتوفير لحوم سودانيه بكميات كبيره جدا عشان تغطي جميع محافظات جمهوريه مصر العربيه. طبعا في طرح حوالي 10,000 راس ماشيه جايه من السودان، طبعا دي بتتذبح في توشكا وتجي لنا هنا في مجزر البساتين مبرده جاهزه، تنزل بعد كده في مجمعات، المجمعات دي التابعه للشركه القابضه للصناعات الغذائيه على جميع مستوى جمهوريه مصر العربيه. طبعا اسعار اللحوم المتوفره عندنا غير اي اسعار بره. طبعا اللحم السوداني بنبيعه مشافي 285 جنيه، الكبده السوداني 285 جنيه، طبعا دي اسعار مش موجوده في اي حته. عده مراحل امنه تمر بها اللحوم مرورا بالمجزر الالي حتى تصل الى المستهلك، مع الحفاظ على جوده اللحوم من حيث الطعم وان تكون سليمه وصحيه. حقيقه هنا الشركه بتقوم بجهد مشكور جدا، بنستلم كل يوم حوالي 3-4 برادات حوالي في الفترة بتاعة العيد. كل كمية اللحوم بتزيد في الكيرف بتاع اللحمة بيزيد حوالي من 40 طن يمكن 80 طن يوميا في فترة العيد. احنا بيهمنا في الأمراض الموجودة بتبقى في حاجة اسمها في الحجر البيطري 9 أمراض وبائية بتبقى بنعمل فحص فيهم نسبة قبل عملية الذبح، منها الحمى الكلاعية، أهم حاجة مرضين مهمين جدا الحمى الكلاعية والحمى الوادي المتصدع. فإذا تم تحصين الحيوانات الحمى الكلاعية ضد الحمى الكلاعية وأولاد متصدع، وبعدين بيتم كارتنة الحيوان 33 يوم عشان يغير المرعى بالنسبة للحوم بتاعته، وبعدين قبل عملية الذبح بيتم يعني منع الحيوان من الايه من الطعام، ما يدوش أي علف، بنديله كمية بس فقط من الماء 24 ساعة، وبعدين بيتم ذبح الحيوان على طريق إسلامية. طبعا احنا بنتم اختيار العجول في دولة المنشأ سواء السودان أو جيبوتي، بتبتدي بعد كده بتتشحن هنا على الحدود، بتتحجر في الحجر البيطري للاطمئنان على سلامه العجول وصحتها. بعد كده بتتذبح في المجازر التابعه للدوله اللي هي تحت الرقابه البيطريه والاشراف، وتبتدي تورضها لمنافذ وزاره التموين في كل منافذ الجمهوريه في وزاره التموين. اللحوم السودانيه بيبقى المراعي بتاعتها مراعي طبيعيه والاعلاف بتاعتها مناسبه، وبرده ما بتيجي هنا بيتم بتاخد اعلاف مصريه كمان عشان تتوافق مع الطعم، تبقى بنسبه 99% قريبه للطعم البلدي المصري اللي احنا متعودين عليه كلنا. منافذ البيع الخاصة باللحوم السوداني في المجمعات الاستهلاكية شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين. دي لحمة نوعها سوداني طازة تيجي من مجزر البساتين، وطبعاً الحمد لله عليها إقبال كبير من المواطنين، لأن كيلو ب 285، فطبعاً الدولة موفرة لنا لحمة ب 285 تقدر تساعد المواطنين على المعيشة، فهي بالنسبة للفئات اللي بره السعر كويس والجودة كويسة. ردود الفعل الحمد لله الناس مبسوطة باللحمة، واللحمة بتيجي جودتها كويسة وما بتاخدش سوى، بتعجب الناس كلها يعني بصراحة. اللحمة السوداني وكل أسبوع بنيجي ناخد منه كويس، لا كويسة الحمد لله كويسة، لحمة كويسة، وعنده كبدة برضو كويسة بتاعته.